الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء في الصف السادس الإعدادي، نرحب بكم. درسنا لهذا اليوم Unit 2 Lesson 7، درس السابع، صفحة 22، كتاب الطالب. طبعا هذا الموضوع من المواضيع غير مطلوبة وزارية، لكن كمنهج لازم نقرأ نتعرف عليه، وايضا ممكن من كلمات داخلها مهمه تفيدنا بالامتحان البكالوريوس. جاء عندي كم سؤال ككلمات مفردات معاني كلمات، تمام، فيفيدنا في هذه الجمل او وصل ماتش او غيرها، فلازم نقراها. على كل حال، سيفتي براشر، كتيب او كراس سلامه. سكيم ذا باراجرافز فروم ا سيفتي براشر ببلشت فور ذا بابليك باي ذا بوليس ديبارتمنت. قراءة سريعة، تمام، الفقرات من كراسة السلامة المنشور للجمهور من قبل قسم الشرطة. What's its purpose؟ ما هو الغرض منه؟ طبعا عندنا هنا A, B, C، إن شاء الله منكم نقرأها راح تعرف عليها أكثر، نختار واحدة من الثلاثة، تمام، الأفضل أحسن. Yes, everyone should think about home safety. يجب على الجميع التفكير في سلامة المنزل. Why should you think about home safety؟ لماذا يجب أن تفكر في سلامة المنزل؟ Every year, hundreds of people have their homes robbed. في كل عام تسرق مئات الأشخاص منازلهم. Thieves take money, jewelry, computers, and even television sets. اللصوص يأخذون المال والمجوهرات وأجهزة الكمبيوتر وحتى أجهزة التلفزيون. Then they sell them again, often to people who don't realize they are buying stolen property. ثم يبيعونها مرة أخرى في كثير من الأحيان للأشخاص الذين لا يدركون أنهم يشترون الممتلكات المسروقة. Many people have insurance that pays for things that get stolen. كثير من الناس لديهم تأمين يدفع ثمن الأشياء التي تتم سرقتها. But some things cannot be replaced. لكن بعض الأشياء لا يمكن استبدالها. For example, كمثال، سبيل المثال، jewelry can be sentimental value. المجوهرات يمكن أن يكون لها قيمة عاطفية، يعني مو قيمة مادية فقط، يعني مثل ممكن تكون هدية من شخص عزيز فتكون لها قيمة عاطفية. And if you get your computer stolen, وإذا سرقت جهازك الخاص بك، you could lose hours of work on your hard disk، فقد تفقد ساعات من العمل على القصة الثابت الخاص بك. Yes. Basic measures: windows, doors and locks. تدابير أساسية وإجراءات رئيسية للأبواب والشبابيك والأقفال. What are the most important things for home safety؟ ما هي من أشياء سلامة المنزل؟ Good windows, doors and locks are extremely important. طبعا الأبواب والنوافذ والأقفال جيدة مهمة للغاية. Many thieves come in through open windows. يأتي العديد من اللصوص من خلال النوافذ المفتوحة. Make sure your windows have good locks and lock them when you go out. تأكد من أن النوافذ تتمتع بأقفال جيدة وانظر لها عند الخروج. Burglars can hide behind trees and bushes. يمكن لصوص اختباء خلف الأشجار أو الشجيرات. So don't plant any near your windows. لذلك لا تزرع أي شيء بقرب النوافذ الخاصة بك. Get good locks for your doors too. احصل على أقفال جيدة لأبوابك أيضا. Some are unbelievably easy to open without a key for an experienced burglar. بعضها لا يصدق من السهل فتح بدون مفتاح لخبرة اللص. They can open your door with a bank card or a paper clip. يمكنهم فتح بابك باستخدام بطاقة مصرفية أو مشبك ورق. But a good lock is almost impossible to unlock without the key. لكن القفل الجيد يكاد يكون من المستحيل فتحه بدون مفتاح. A good door is also essential. الباب الجيد ضروري أيضا. Make sure
Your door is solid. تجد أن بابك صلب. Have your house examined by an expert. هل قمت بفحص منزلك من قبل خبير؟ Who can tell you if you need to make your house more secure. هو الذي من يمكنه إخبارك إذا كنت بحاجة إلى جعل منزلك أكثر أمانا. بعد ما كملنا قراءته وافتهمناها فنشوف حاليا شنو عندنا، بدي نشوف شنو الغرض من عندها. عندنا الـ A والـ B والـ C. الـ A to give information about different types of crime، لإعطاء معلومات حول أنواع مختلفة من الجرائم. B to persuade people to take security measures in their home، ليقنع الأشخاص اتخاذ تدابير آمنة في منازلهم. C to sell burglar alarms، لبيع أجهزة الإنذار ضد السرقة. طبعا الأنسب والأفضل هو يكون البي. هاكم العلاقة بهذا الموضوع. صفحة 37 كتاب الطالب عندنا 67 تمام. قلنا عليه هذا تكملة مال قطعة الأسئلة عليها، بس الأسئلة يعني بشكل عام يعني قلنا غير مهمة غير داخلية وزارية، لكن أقرأها كفائدة. أي read the crossword on page 22 of the student's book. أقرأ قلنا على كراس السلامة اللي موجود صفحة 22 كتاب الطالب. The writer uses different techniques to keep the reader interested and convince him that what he says is important. طبعا استخدم الكاتب تقنيات مختلفة لإبقاء القارئ مهتما ومقنع بينما يقوله مهم. Find an example of the following techniques in the paragraphs in the student's book. ابحث عن مثال تقنيات المقاطع في كتاب الطالب. Number one. Questions to make you want to read together answer. أسئلة تجعلك ترغب في قراءة تحصل على الإجابة. Why should you think about home safety? لماذا يجب أن تفكر في سلامة المنزل؟ What are the most important things for home safety? ما هي أهم الأشياء لسلامة المنزل؟ Number two, exclamations to show that the whole sentence is surprising or important. التعجب لإظهار أن الجملة كلها مدهشة ومهمة. They can open your door with a bank card or paper clip. تمام؟ يمكنهم فتح بابك باستخدام بطاقة مصرفية أو مشبك ورق. طبعا في شيء تعجب بهذا لأن يفتحون الباب بدون مفتاح. زين؟ بمن بفتح مشبك ورق أو بطاقة مصرفية. 3. Strong adjectives. ننطي شنو الصفات القوية. Impossible. غير ممكن. Essential. أساسي أو جوهري أو حقيقي. Number 4. Strong adverbs to make adjectives stronger. ظروف قوية جعل صفات أقوى. Extremely. إلى أبعد حد. Unbelievably. بشكل لا يصدق. Number 5. Examples to make a previous sentence clearer. أمثل جعل جملة سابقة أكثر وضوحا. For example, jewelry can have sentimental value. على سبيل المثال الجوهرات يمكن أن يكون لها قيمة عاطفية. B. Look at some ideas for keeping your home safe. Think of a reason for each one. انظر إلى بعض الأفكار لحفاظ على منزلك آمنا. فكر في سبب لكل واحد. Things people shouldn't do. أشياء لا يجب أن يفعلها الناس. Keep keys on a hook by the window. يضعون المفاتيح على كلاب جانب النافذة. طبعا إذا هوك معناته سنارة صيد. Thieves can get them by breaking the window. يمكن لصوص الحصول عليها عن طريق كسر النافذة. Keep keys in a flower pot by the door. يحتفظ قسم الناس بالمفاتيح في وعاء زهور عند الباب. أيضا thieves often look here. غالبا ما ينظر لصوص هنا. Tell strangers when you will be away. إخبار غرباء متى ستكون بعيدا. They may be dishonest. قد يكونون غير آمنين. صفحة 38 كتاب الطالب. Things people should do. أشياء يجب على الناس القيام بها. Leave lights on when going out after dark. ترك الأضواء مضاءة عند الخروج بعد حلول الظلام. Thieves will think you are at home. سيظن اللصوص أنك في المنزل. Give a family member a key. أعطي أحد أفراد الأسرة مفتاحا. They can check the property while you are away. يمكنهم التحقق من الممتلكات أثناء غيابك.
ask a neighbor to collect mail. اطلب من الجار جمع البريد. Thieves are less likely to know you are away. من غير المحتمل ان يعرف اللصوص انك بعيد. Tell your neighbors if you are going on holiday. اخبر جيرانك اذا كنت في عطلة. They can look out for suspicious people around your house. يمكنهم البحث عن الاشخاص المشبوهين حول منزلك. Yes. صفحة 37 lesson 8 درس الثامن. Look at the cartoons. انظر هذا الرسوم. What's wrong in each picture? ما خطأ بهذا الصور. طبعا هذا يعتبر نشاط صفي. الصورة الأولى The driver is speeding. هذا السائق يكون مسرع. خطأ. 2. No parking zone. منطقة مو مال الوقوف بها ركن السيارات. The car needs repairs and is parked illegally. مكان غير مشروع. تمام؟ غير قانوني. فأيضا تحتاج إلى تصليح. 3. The driver left keys in the ignition. Ignition طبعا كلمة مهمة جت امتحان مرة بكالوريا. يعني شنو مخلي مفتاح تشتغل السيارة وتخلي المفتاح موجود بها. السويتش موجود بالسيارة. تمام؟ ممكن يسرقوها في أي لحظة. هاي أخطاء الموجودة. صفحة 40 activity book كتاب الطالب عندنا lesson 8 بس الثامن تمام عندنا advice for drivers نصائح للسائقين والreasons الأسباب نعطي نصيحة والسبب شنو عندنا كلمات keys مفاتيح parking موقف سيارات variables أشياء ثمينة لايس أضواء أو إنارة brakes فرامل speeding سرعة فائقة و driving license معناتها سوق قيادة نصيحة الأولى don't leave your keys in the ignition. لا تترك مفاتيح سيارتك في الاشتغال. ليش؟ Someone could take them and steal your car. يمكن شخص ما يأخذها ويسرق سيارتك. يعني بعد. Parking here is illegal. طبعا وقوف السيارات هنا غير قانوني غير شرعي. The police could take your driving license. ممكن الشرطة أن تأخذ رخصة القيادة الخاصة بك. Don't drive too fast. لا تقود بسرعة كبيرة. Speeding may cause car accidents that lead to death. قد تسبب سرعة في حوادث سيارات إلى وتؤدي إلى الموت. Drivers should wear their seat belts. يجب على السائقين ارتداء حزام الأمان. Seat belts can prevent serious injuries. طبعا شنو يمكن لحزمة الأمان منع الإصابات الخطرة. طبعا نفس بالضبط جت امتحان وزاري عندنا اخذناه ايضا بما احنا قطعة استيعابيه مطلوبه مال واجبات ضابط الشرطه تمام نفس القطعه هاي نفس الشيء جابوا امتحان وزاري اوكي صفحه 41 lesson 9 درس التاسع تيست يور سيلف طبعا هذا تيست يور سيلف اختبر نفسك جدا جدا مهم دائما يكون في كل نهايه يونت موجود تيست يور سيلف هو هذا يجي في امتحان الوزاري عندنا فوكابيولري تمام اي underline the correct words خلي خط تحت الكلمه صحيحه طبعا هذا سؤال جدا مهم يجي في امتحان وزاري تقريبا كل النقاط نمبر 1 the land force the navy and the air force are all branches or types of the military يعني القوه البريه والبحريه والجويه كلها فروع للجيش اذا branches 2. You must be 18 years old to belong or join the military. يجب عليك عمرك 18 عام للانضمام إلى الجيش. إذن join تلتحق أو تنضم. 3. The military needs people to care for, low maintain its equipment and vehicles. يحتاج جيش الناس لصيانة معداتهم ومركباتهم. إذن صيانة مينتي معناتها صيانة فيكس تصلحوها. مو اعتمد بها. نظفوها. 4. In the military, you can take a test to become an officer or official. تمام؟ في الجيش يمكنك إجراء اختبار تصبح حتى تكون شنو تكون ضابط then officer. 5. If you pass this test, you have more responsibility and you investigate or supervise other people. إذا نجحت في هذا الاختبار تكون لديك المزيد من المسؤولية والإشراف على الناس الآخرين إذا supervise. 6. When you leave the military, your training can help you find a criminal or civilian job. عندما تغادر الجيش يمكن يساعدك
تدريبك في الحصول على وظيفة مدنية، تمام؟ لأن سيفيليان معناته وظيفة مدنية. صفحة 41 البي. Complete the phrases below with words from the box. اكمل هذه العبارات تحت مع الكلمات الموجودة في هذا الصندوق. There is one extra word. هناك بس إضافة كلمة واحدة. Yes. أعرف على الكلمات بالصندوق. Belt حزام. تيكت احنا نعرفه طبعا تذكره، لكن راح تجينا شنو تجينا ما عندي ورقه مخالفه للمرور. قال تجي ايضا بندقيه ومسدس، كاميرا آلة تصوير، ترافيك حركه المرور، ماشين آلة او ماكينه، ديتكتر معناته كاشف، وليمت الحد او الحد مال السرعه. نمبر 1 سكيورتي كاميرا، كاميرا امن. 2 ميتال ديتكتر، جهاز كشف المعادن. 3 X-ray machine، جهاز فحص الأشعة السينية. 4 speed limit، الحد الأقصى للسرعة. 5 speeding ticket، مخالفة السرعة. 6 radar speed gun، سرعة الرادار. ونمبر 7 conveyor belt، الحزام الناقل. صفحة 42 Unit 2 Lesson 9 درس التاسع. C Complete the sentences with an appropriate verb. اكمل هذه الجمل مع الأفعال المناسبة. Number 1 Drivers must follow the speed limit. اختار بين وبين. ما تنا هذا يطيع معناته أو نقول شنو عليها، يجب على السائقين الالتزام بحد السرعة. التزام أو معناته يطيع. 2 You mustn't drive without your seat belt on. لا يجب أن تقود بدون حزام الأمان. 3. Your car mustn't have broken lights. لا يجب أن تكون أضواء سيارتك مكسورة. 4. You can take the bus, so you don't have to take your car. يمكنك ركوب حافلة الباص وليس من ضروري ركوب سيارتك. 5. When you ride a motorcycle, you must wear a helmet. عند ركوب دراجة نارية يجب عليك أن ترتدي الخوذة. Number 6 You must pay a fine when you get a ticket. يجب أن تدفع غرامة عندما تحصل على تذكرة الغرامة. 7 Number 7 You must slow down at around about but you don't have to stop. يجب أن تبطئ عند الدوران، يعني في قاعدة نقول لك أنما، لكن لا يجب عليك التوقف. Number 8 You must let people cross the street at a pedestrian crossing. يجب أن تدع الناس يعبرون من شارع من مكان عبور السابلة أو المارة. ونمبر 9 If you commit a crime, the police will arrest you. إذا ارتكبت جريمة ستقبل عليك الشرطة. طبعا عندنا هذه الجملة 9 دشوفها commit جت امتحان وزاري. أكثر تقريبا جات امتحان وزاري أيضا. لكن شنو هاي يفيدنا وين؟ ايضا الفوكابولاري معاني كلمات، ويفيدنا بعد ايضا تذكرون اول تمرين اول قاعده اخذناها بيونت 2 مال ماست والهاف تو والنيدنت، تمام، والمصنت مال الزام، قلنا على الزام الاوبليجيشن الزام، تمام، واخذنا وقتها قلنا عدم ضروره او ضروره، فممكن يجيبكم ايضا واحده من ذني، يعني في المصنت لو نيدنت، ماست لو مثل كلمه اخرى مصنت، يعني هذا ايضا ممكن وارد او هنا شوفوا but you don't have to don't have to لو مصنت، فاذا كانت قلنا عليه الحاله ضروريه او عدم الضروره نستخدم don't have to، واذا كانت لا بها قوه بها اجبار نستخدم مصنت. هذا اشرح لكم اياه بدايه يونت 2، فايضا هذا يعتبر ايضا مهم. صفحه 42 الدي ايضا لسن 9 D. Complete the articles with words from the box. اكمل هذا المقال بالكلمات الموجودة في الصندوق. طبعا كل الكلمات عندنا مألوفة، أخذناها كلنا نعرف معانيها، لكن نقرأها مرة ثانية ونشوف، واحتمال جاء هذا السؤال أيضا كخيارات أو غيرها. Investigating معناتها التحقيق. Witness شاهد. Fingerprints بصمات الأصابع. Arrest يقبض على. Unattended من عليه وحدة أو غير مراقب. Disposed of معناتها تخلص من. Pickpocket نشال و crime scene
مسرح أو مكان الجريمة. The police got a call about a robbery last night. تلقت الشرطة مكالمة عن سرقة الليلة الماضية. When they got to the number one crime scene. عندما وصلوا علماً إلى مسرح أو موقع الجريمة, they found footprints and fingerprints. وجدوا آثار أقدام وبصمات. They think were left by the criminal. يعتقدون أنها تركت من قبل المجرم. They are still investigating the crime. ما زال يحققون في هذه الجريمة. But they think they will arrest someone soon. لكنهم يعتقدون أنهم سيذهبون ولاعتقال شخص قريبا. Police caught a pickpocket who had stolen several wallets and mobile phones at the airport. الشرطة أمسكت بالنشاط الذي سرق بعض المحفظات ووجدت الموبايل في المطار. The same man, نفس الرجل, also stole some baggage that a passenger had left unattended. نفس الرجل سرق بعض الأمتعة التي تركها أحد الركاب. In the waiting room, في غرفة انتظار, while he bought a magazine, بينما هو ذهب ليشتري المجلة. The thief had disposed of the stolen property when the police found him. طبعا اللص تخلص من ممتلكات المسروقة عندما الشرطة وجدته. But they spoke to a witness. لكن هم تحدثوا معه مع الشاهد. Who said, الذي قال, she had seen him. رأته steal the item. يسرق هذه المواد. صفحة 43. كرام القواعد E. Match the beginnings and endings of the sentences. تمام؟ نوصل البدايات مع النهايات هذه الجمل. هذا ماتش أيضا تعتبر أيضا المواضيع المهمة. Number one. I must get up early tomorrow. C. Because I don't want to be late again. يجب أن أستيقظ مبكرا غدا لأني لا أريد أن أتأخر مرة أخرى. Two. You needn't take so much baggage. أي on a weekend trip. ليس من الضروري أخذ كثير من الأمتعة في رحلة عطلة نهاية الأسبوع. 3. We mustn't forget. F. To take our passport. يجب أن لا ننسى أخذ جواز سفرنا. Number 4. You need to get a special license. B. To drive a lorry. تحتاج إلى حصول على رخصة خاصة لقيادة الشاحنة. Number 5. She has two. D. Wear a uniform at her new job. عليها أن تبددي زي رسمي موحد في عملها الجديد. Number 6. I don't have to leave so soon. لست مضطرا للمغادرة قريبا. في صفحة 43 الاف underline the best word. خلي خط تحت الكلمة الأحسن in the second sentence. طبعا علق على الموضوع شوية. هذا الموضوع أخذناه وين؟ The expectation. شرحت لكم إياه قبل كم محاضرة وقلنا عليه هذا من المواضيع المهمة جدا جدا في الامتحان الوزاري. وصفحة أعتقد 34 الدي هو مطلوب منكم كل شبهون يجي الامتحان الوزاري. وأيضا إذا ما جاكم ذاك 34 راح يجيكم هذا خيارات فقط. شو شدين كمان للتوقع مفهوم؟ أرجعنا. Number one. We left 2 hours early. غادرنا قبل ساعتين مبكرا. We should لو shouldn't miss the plane. طبعا احنا we shouldn't miss the plane لانه ما نتوقع راح نفوت الطائرة. 2. The police found fingerprints at the scene. وجدوا الشرطة بصمات الأصابع في المشهد الجريمة أو المكان الجريمة. They then should arrest. يجب عليهم أو يتوقع أنه يقبضون على اللص. Arrest the thief soon. 3. He studied hard. هو درس بجد. He shouldn't fail the exam. إذا ما توقع أنه يرسب بالامتحان. ممكن قلت لكم سؤال نخلي success فرض يجيبون. شو نقول؟ He studied hard. He should success in the exam ممكن. فانتبهوا على الكلمة. هذا من تمرين يعتمد عليه من على المعنى بشكل أكبر. Number 4. He learned about computers in the military. هو تعلم على الكمبيوترات أو جهاز الكمبيوتر وين؟ في الجيش. إذن هو he should be able, هو
اتوقع قادر ان يساعدني me to fix my. Number 5, there are security cameras in the building. هنالك كاميرات مراقبة في البناية. The security guard, حارس الأمني, should اتوقع see if anyone comes in. اتوقع انه راح يشاهد اي واحد يدخل. Number 6, she is in 6th preparatory. طبعا فيها في الصف السادس. اذا she should graduate this summer. اذا ممكن او اتوقع انه تتخرج هذا الصيف. بالنسبه للجي كم ذلك و ذا ليت اس وود كود كان شود شاد اند وول. كل هذا اخذناه وين؟ اخذناه مال موضوع giving advice و polite request و suggestion و offers. بس العادي هذا شوفوا. وهذا هاي تكملنا ما تشوفوا كل دكان لوج الشال وليد أص استخدمناه. وهذا أيضا الأيش تشوفوا نفس الشيء وايد. What the person is saying ماذا يقول؟ قلنا شوفوا could you let us shall we I will help تمام و can I see أي على could you show وهكذا. هاي كل أي عادة معروفة عندنا. وإذا شو صفي؟ فأخر صفحة عندنا 45 صفحة 45 مهمة جدا هذه. جي ريهايد سنتنسز يوزنج ذا كوريكت فورم اوف جيت تو هاف اور مي. هذا اخذناه قبل محاضرتين على موضوع الافعال السببيه. شرحت لكم اياه كامل وحط لكم اياه ايضا محلول لكن اعاده سريعه. اكزامبل ا فوتوغرافر توك هير بيكتشر. قلنا هذا القائم بالعمل يحذف. نريد من القائم بالعمل وهو الهير تحول من ضمير تحول ضمير من الى شيء بعدين اما خلي هاد او جوت حسب ما مطلوب. اذا قال كوريكت فورم اوف هاف هاد correct form of get خديري got أكثر من ماكو يعني بهذا الفرق. بعدين أيضا هير بيتشر مفعول به من ثم نأتي به PP took take نصير. Number one somebody stole the television. نفس الحالة عندنا شنو عندنا ضمير صير day تمام. أيضا هاد أو get أو got نجيب. بعدين the television نزل بعدين PP stolen وراء. أيضا number two my father asked somebody to fix the computer. قلنا من asked إلى تو يحذف ينزل الفاعل my father. بعدين أيضا had logot نجيب حسب ما مطلوب. بعدين the computer مفعول به وثم الفكش يصير fixed. 3 my mother told me to turn down the music. قلنا told لا موجود الجملة وتو نحذفها بقولنا زي نفس الشيء بالضبط. my mother بس نخلي made مين عندنا مفعول به موجود نكمل باقي. 4 he asked somebody to cut his hair. نفس الحالة ده من asked إلى تو تحذف تمام. الفاعل ينزل هي نجيب أما هاد أو هيت أو قلت حسب المطلوب. بعدين his hair تنزل وكات تصير هذا البي بي مالتها كات. والنمبر 5 يستدعي ما لقى تنزل هذا الظروف. عندنا my father asked somebody to أيضا من ask إلى تو تحذف my father تنزل كفاعل. بعدها شنجيب أما هاد أو قلت حسب ما مطلوب منك. بعدين ذكر تنزل مفعول به وكيف يصير كلين. هذا كل ما يتعلق بالموضوع الدروس السبعة والثمانية والتسعة. إن شاء الله تكونوا استفدتم من عنده وشكرا جزيلا.